ولا الكلية. الاتجاه الثاني أو النظرية الثانية. النظرية الثانية أعزائي، اللي هذه أنا أتصور أنه الأعزة على ذكر من هذه النظرية، وهي نظرية سيدنا الشهيد الصدر قدس الله نفسه. سيد الشهيد يعتقد بأنه الشارع أعطى الولاية للفقيه الجامع للشرائط المتصدي، ولكنه هذه الولاية محدودة بحدود ماذا؟ منطقة الفراغ. يعني لا يستطيع أن يقول لواجب أنه غير واجب، ولا لحرام أنه ليس بحرام. نعم فيما يتعلق بالمستحبات بالمكروهات بالمباحات، يعني المباحات بالمعنى الأعم، يستطيع لضرورات أن يوجب أو ماذا أو أن يحرم. إذن السيد الشهيد قائل أولا بأصل الولاية، ولكنه قائل بأن دائرة هذه الولاية مختصة بأين؟ ها؟ بمنطقة الفراغ. هذا البحث أعزائي، إذا الإخوة يريدون يراجعوه بشكل تفصيلي لعله أفضل موضع بحثه. طبعا كتبت دراسات كثيرة عنه ومناقشات مفصلة موجودة في إيران وغير إيران، ولكنه في وقت آخر. هناك عنده في بحث مبدأ تدخل الدولة في آخر كتاب اقتصادنا، إلى أن يصل لماذا وضعت منطقة فراغ، ثم يقول منطقة الفراغ ليست نقصا، ثم يقول الدليل التشريعي والدليل، إلى أن يقول وعلى هذا الأساس وضع الإسلام منطقة الفراغ في الصورة التشريعية التي نظم بها الحياة لتعكس العنصر المتحرك وتواكب تطور العلاقات بين الإنسان، والدليل على إعطاء ولي الأمر صلاحية كهذه لملء منطقة الفراغ هو النص القرآني، وحدود منطقة الفراغ تضم إلى كل فعل مباح تشريعيا بطبيعته، يعني بعنوانه الأولي، نعم يستطيع أن يوجبه لمصلحة أو أن يحرمه ماذا؟ ها؟ لمصلحة أخرى. ولذا بعد لا نطيل الكلام في هذه النظرية، وهي النظرية الثانية اللي حدود فد 20 صفحة أكو بحث عنها، الإخوة إن شاء الله يراجعوها. أما النظريتان الأخرى